ده انت نفسك مهدد، اسرتك مهدده، وهيبقى مكانك السجن ومصيرك التشريد ليك ولعيالك. هي دي دوله السيسي. الدوله اللي احنا عايشين فيها حضرات دوله لا عسكريه ولا دينيه مسيحيه ولا دينيه اسلاميه ولا مدنيه. دي دوله الظلم والجبايه، دوله الفرعون الفرد اللي شعاره ما تسمعوش كلام حد غيري، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. اما نشيده بقى اللي بيرددوا ليل نهار، فاسمعوا معايا بقى. انا متخيل السيسي كده بيقف قدام المرايه الصبح ويقول لنفسه كده وهو بيدغدغ نفسيته: أليس لي ملك مصر والنيل برا وبحرا، وللألوهة فيكم وللهوى حيث مر، أنا عليكم وفيكم أراقب الناس ترا، وأجعل الحر عبدا وأجعل العبد حرا، إن شئت فالنيل يجري أو شئت جف المجرى. هذه فراديس ملكي وذي الشواهق تترى، وإن أمرت أطعتم ومن تأبى فقهرا، ومن أراد خلافي عرفت فيه المكرى، ومن تماكر عندي يموت بين الأسرى. فللصياط رنين ينسي الحليم الفكرة، وللزنازين ليل ينسي الزمان الفجرة، أني سجنت ألوف من غير ذنب غدرة، لا تحلموا بمماتي، لا تحلموا بمماتي، إن مت خلفت عشرة، لكي يعيدوا إليكم ذكراي عصرا فعصرا، لو تملكون نفوسا فيها الإباء استقر، ما عشت فيكم طويلا ولا حنيتم زهرًا.